أحد خبرات الحياة المهمة اللي غالباً مش هتتعلمها في درس أو في كورس، هتتعلمها في معاملة الحياة، هي التعامل السليم مع المحبطين. وخليني أقسمهم لك وأقولك على شوية نقاط تساعدك لما حد يجي يرمي بين إيديك إحباطه. مبدئياً أنا مش مع فكرة ترك كل السلبيين والمحبطين، لأن في ناس بيشيلك همومهم وليهم عليك حق المشاركة والمساعدة، وفي ناس تانية مش مسموح إنك أنت تتركهم مهما كان إحباطهم بسبب القرابة، وفي ناس تالتة لو سبتهم هتتأذي في شغلك بسبب الزمالة. مبدئياً في ظروف قد تدفع الكثير للإحباط، وأنت ممكن تكون محبوب وطيب والناس بتحب تفضفضلك، ولعل الناس اللي بتفضفضلك دي هدايا من ربنا عشان تساعدهم وتفرج كروباتهم لو ده كان في إيديك. فتعال أقسمهم لك كده. النوع الأولاني المحبط الصادق. أنا ليه سميته صادق؟ لأن هو عنده فعلاً ما يسبب الإحباط، وهو حط شكوته بين إيديك رجاء إنه يلاقي الحل عندك، زي ما بيتعامل مع أهل الثقة والخبرة اللي أنت بالنسبة له منهم. الشخص ده تعمل معاه حاجتين: أولاً تسمع له بقلبك قوي، ثم تنقله من دائرة الشكوى لدائرة البحث عن الحل، زي ما سيدنا رسول الله كما يقول أبو سعيد الخدري إنه دخل في يوم من الأيام المسجد فلقى سيدنا أبو أمامة قاعد حزين في غير وقت الصلاة، فقال: مالك؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. هو دلوقتي عنده حالة من الحزن بيلقيها بين إيدين النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي نقله من الشكوى إلى البحث عن الحل. قال: ألا أعلمك كلاما إن أنت قلته أذهب الله عنك همك وقضى عنك دينك؟ قلت: بلى. قال: إذا أصبحت وإذا أمسيت فقل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله عني همي وقضى عني ديني. فسيدنا النبي استمع استماع المحب واقترح الحلول. الصنف الثاني من المحبطين هو المحبط أحادي النظرة. ده حد عنده في حياته ما يحبطه ومفيش حلول حاضرة دلوقتي، زي حد عنده ضائقة مالية أو بيفتقد نعمة كبيرة، لكن هذا الإنسان عنده نعم تانية كتيرة لكن عينيه مش شايفة غير سبب إحباطه. أقول لك تعمل إيه؟ استمع بقلبك، ولازم تقدر الإحباط ده، لكن حاول معاه واحدة واحدة تشاور له على النعم الكبيرة الكتيرة اللي في حياته، عشان لو أدركها هيخفف من على كتفه ثقل المحنة اللي هو فيه، وهتنقله من دائرة الكنود، إن الإنسان لربه لكنود، يعني يعد المصائب وينسى النعم، لمرحلة الراضي عن الله المبصر للنعمة، ويبدأ يشوف فضل ربنا فيخف البلاء عنه. ده اسمه المحبط أحادي النظرة. النوع الثالث وهو أصعب نوع هو المحبط المصر على إحباطه. المتخصصين بيسموه بكلمة شديدة كده: مدمن الإحباط. الشخص اللي بيستقي متعته من إظهار إحباطه وتعاطف الناس معاه، وده ليه علامتين. العلامة الأولى الشكوى المتكررة من الوضع العام، زي الحر، زحمة الطريق، أخلاق الناس، قسوة الحياة، كلها أشياء حلها إن احنا نتقبلها ونتعامل معاها كجزء لا ينتهي من تحديات الحياة. وليه علامة تانية المحبط المصر ده؟ إن هو بيتهكم على الحلول الممكنة، بيقعد ينكر بسخرية بعض الحلول اللي انت بتقترحها لمشاكله، كأنه رافض الخروج من هذه الحالة. صاحبنا ده ليه سكتين: إما إنك انت تعزل قلبك عنه وما تتأثرش بكلامه، تسمعه وانت بتذكر ربنا، تسمعه وانت بتتفكر في نعمة ربنا عليك، وبعد ما يخلص كلامه بابتسامة تدعي، تقول له ربنا يصلح الحال ويرفع عن الجميع. فيبقى وهو بيتكلم انت بتذكر، فبتحمي قلبك من رمي الإحباط اللي ملوش حل ده، ولما ينتهي تدعي لعل ربنا يستجيب دعائك. وده بيبقى في حالة عدم القدرة على الترك، زي أب ولا أم ولا أخ ولا زميل في العمل، واعتبر ان وجوده في حياتك ده اختبار صبر للارتقاء بسعة صدرك واحتمالك للخلق. الحل التاني مع صاحبنا ده هو تقليل التواصل، وهنا الترك والابتعاد على قد القدرة، لأن ساعات بيبقى في مجتمعات معينة وشلل معينة فعلا بتحبط الإنسان وانت تقدر تسيبها، وبيتهكموا على الحلول لما بيقولوا على حاجات محبطة وانت تقول لهم حلول يتهكموا عليك.
وده اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. فسيدنا النبي قال له لا ابعد عن دول. يبقى وأنا وسط كلامي قلت لك أنواع المحبطين عشان نتعامل بواقعية لكن برحمة، وما يبقاش الحل تركهم ويبقى دي في أسوأ، لأن في ناس في مسؤولية تجاههم ملقاة علينا. بس أنا كنت أقصد حاجة كمان تاني، إن اللي بيسمعني لو هو كان أحد أنواع المحبطين دول ياخد باله، خد بالك أنت من فيهم لو كنت هذا المحبط اللي أنا كنت لسه من شوية بقولك أنواعهم. وربنا سبحانه وتعالى يشفينا من كل داء ويحفظنا من قسوة البلاء ولا يعرضنا لسطوة الأعداء، وأنت يا ربي قادرا مهيمنا في الأرض والسماء.